السلام عليكم ورحمة الله. أنا تو ساعيني وصاحبي مهدي قصدي ربي للكنيس، حاصل وركشين في القهوة وركبت لنا برا سيدي ننطلقوا. صاحبي كان توخر شوية برك شوية برك بولا ما يقصي الحاصيل وكما يقولوا بيش يشدوا شب ديما القدام. طريق الكنيس هي جاية في طريق القروان. اسمع خفت منه شوية، يعني يا ريتهم تلبرلينجو، قلت هذا باش يعمل برنامج برا نرجع نتوكلوا على ربي. قصينا شوية على الفيديو علاش خاطر الطريق الكل مستوي، يعني بيدي كيف نفد، يعني بيدي كي نقعد نسوق في طريق مستوي برشا لكن لي نفد. وهذه من الحاجات اللي تكتسبها وقت اللي تعمل سفرات بال معناها عزوز عجلي، انك تتعلم الصبر برشا، اي سورتو انك يبدا شكون تبدا وحدك، معناها لا تاخذ كلمه لا تعطي كلمه لا حاجه. تو صفا معايا صاحبي كلي حتى وسط طريق نبر ونحكي ونفدلكوا شويه كيكا ما تحسهاش حاصيلو. وعندك زادة شكون زاد ما يحسهاش، عندك زادة الموتو بلوجر انه وقت اللي يبدا يحكي نقعد نمشي وراه. حاضر سي مهدي نقعد نمشي وحده وندبلش عليه. صحيح مريقل صاحبي مهدي قاعد يحكي معايا قال لي ما دولش عليه الحاصيل. و كنت نحكي اي بولا قلت الموتو بلوغيوغ زادا يلقى روحه متونس خاطر هو خاطر قاعد يحكي، معناها تقولش عليه فما شكون معاه. ندوبلو تو زعما ولا اختانا؟ لا تو قول لك يعني مريقل برشا سهول زين زيانة هاي يا مبكري اعطيتها اللي في قلبها البس كم يوم كي دوبلت عليه طلعتها لثمانية ترى صار يبدو 70 بلاصه تحسها ريفيه هكا شويه ما فماش بيست زعما شو ندخلوا منها. ما ناش ندخلوا في بيست ولا حاجه باش ندخلوا في بيست. ايوا شو ندخلوا في ثنيه عربي مال برج ولي يا صاحبي مادي حاسها حصله مشومه هي شومه قاعدين في القهوه ركبت له قال لي انا مشيو للكنايس وجاي معاه مهبول كيفي ما نقولوش ليجم حازلو كي يتلقاو زوز مهبلة الريزلتا ما تكون كان كيف هكا طيح فيراج جاي يا لا واو قاعد نشوف في فيو مزيانة هذيك الصبخة دي. هاي الصبخة هاي الصبخة اها هو ذو مش باش نعملو فيه اصبر شوي نقص أدخل السارة ونبعاد هما صفا بعاد يا ما يشق يشقش علينا علي ليه شو بر السلام عليكم شقش علينا كلب خير عاد هو اسمعني برج وليا في راجت صار هذوما شقت عليهم شقت عليه الطريقة ذايا والله يا مدورة ممكن من أعز البلايس كان اللي يعزوني في الجمهورية والله هي باهية تنجح البلاصة ماهيش خايبة. شوف الصد وشوف الزيت. فما صد زاد اها. يا تو نمشي ونصور كل شيء. نص ساعة في بالك. اي ما بتنيش برشا يا فما نصيد ساعة كيك عملنا. ساعة. والله يا نص للصد قبل شو رايك انت؟ على الغروب ادي هذه السهول نتاع تاريخ الجغرافيا اللي قريناها عملنا ترتيحه صغيره
وباش نمشيو للصد باش ندخلو بون باش ندخلو في ثنية عربي ديقة ديقة ثنية عربي جونا باهي شي كبير شي كبير واحد شي تهز تنفضل في مرة تو اخويا كيف علينا ما تهز ليه هو تحفونا حتى من البيت ما يقلق ايش علاش خاطر فما شنو نخلي اللي هما مصنوعين للريف الطلياني فهمت وربي يقدر الخير يا بابا يا بابا اسمعني صاحبي مادي جايبني من الطريق هذايا ما عنديش هيك تيامرا ومنين بيجيو على اليمين توا يبا فريمون بلاصة تستحق انك باش تمشي باش معناها باش تضرب 40 35 كيلو باش توصلها تبارك الله بلاصة مزيانة